السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقاء قناة المدرسة الربيعية، مرحبا بكم في درس الأسبوع 11 في مادة التربية الإسلامية للسنة الثالثة من التعليم الابتدائي. تقويم ودعم، وضعية تقويمية. الحصة الأولى، أقرأ الوضعية وأتعرف المطلوب. طلب مني تحديد موقفي من شخص لا يعمل رغم أنه قادر على العمل ويقضي وقته في اللهو وفي تدخين السجائر، مهملا طهارة بدنه والاعتناء بهندامه. يقول الله تعالى في سورة الانفطار الآيتان 7 و8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. ويقول كذلك في سورة التكاثر الآية 8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العظيم. الحصة الثانية، أنجز المطلوب. التعليمات: انطلاقا من الآيات ومما تعلمته سابقا، أولا أبين لهذا الشخص أن الجد في العمل من أخلاق المؤمن، وأوضح له كيف يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في الكدح من أجل الرزق. ثانيا أحثه على العناية بطهارة بدنه من خلال المواظبة على الوضوء والتمسك بالصلاة. ثالثا أقنعه بالحفاظ على سلامة جسمه وبالاعتناء بهندامه. رابعا أستدل بآية من القرآن الكريم على أن الله هو الخالق المصور الواجب شكره على نعمه تعالى. إذن لنجيب على الأسئلة. أولا أبين لهذا الشخص أن الجد في العمل من أخلاق المؤمن، وأوضح له كيف يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في الكدح من أجل الرزق. عرفت حياة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الجد والاجتهاد والكدح في طلب الرزق، حيث اشتغل بالرعي والتجارة. وقد علمت خديجة رضي الله عنها بصدقه وأمانته، فاستأجرته ليتاجر في مالها. ثانيا أحثه على العناية بطهارة بدنه من خلال المواظبة على الوضوء والتمسك بالصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. إذن هنا يجب المواظبة على الوضوء والتمسك بالصلاة لأنها عماد الدين وبالطهارة، يعني إذا لم تكن طاهرا لن تقبل صلاتك. ثالثا أقنعه بالحفاظ على سلامة جسمه وبالاعتناء بهندامه. يقول الله تعالى في سورة الأعراف الآية 29: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. صدق الله العظيم. إذن هنا هذا أمر من الله عز وجل، يجب علينا أن نأخذ زينتنا للذهاب إلى المسجد أو المدرسة أو العمل. رابعا أستدل بآية من القرآن الكريم على أن الله هو الخالق المصور الواجب شكره على نعمه تعالى.
يقول الله تعالى في سورة الانفطار الآيتان 7 و8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، صدق الله العظيم. لذلك يجب علي أن أشكر ربي الخالق المصور على نعمه، وأن أتجنب استخدام نعم ربي في معصيته. شكرا لكم أصدقائي على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.